الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو انا بس عندي ملاحظة غريبة قوي، هو ليه مفيش اي اغنية وطنية من 40 50 سنة؟ يعني تقريبا اخر حاجة اتعملت كانت العظيمة الراحلة شادية مصر اليوم في عيد. مفيش اغنية وطنية بتغني المصري ليه؟ ده احنا ما كانش عندنا اكتر من الاغاني الوطنية. يعني الحقيقة احنا كان المبدعين الشعراء والملحنين والمؤلفين والفنانين في نص ساعة المسألة بتتعمل، كان ثنائيات كده الأبنودي وعبد الحليم وبليغ، ويعني كانت حكاية كبيرة قوي كده. هو ليه الأغاني الوطنية؟ ومع كل حبي واحترامي واعتزازي، حتى الأغاني الوطنية المصرية بدأت تتغنى بأصوات غير مصرية. مش ملاحظين الحكاية دي؟ دي ملاحظة على الهامش كده يعني لفتت نظري، بس أنا الحقيقة مش لاقي لها تفسير. طبعا كل تقديري وحبي لكل المطربين العرب اللي هم أبدعوا، وردة الجزائرية وعليا التونسية ويعني وصباح اللبنانية وفايزة السورية ويعني ووديع اللبناني، يعني ممكن أقعد أقول يعني كتير قوي، وسميرة سعيد المغربية ولطيفة التونسية، مجموعة دول كلهم غنوا لمصر، دول كلهم واحلى اغاني اتقالت منهم الحقيقه. يعني ما تقولش ايه هديتنا مصر، حاجات كتيره قوي يعني. دي ملاحظه انا بس نفكر مع بعض علشان الابداع بعافيه شويتين، لان الحقيقه في المناخ لما يبقى فيه حريه وحركه وحيويه الناس بتبدع، انما لما بتبقى الناس متردده ومرتبكه ما بيبقاش فيه قدر من الإبداع. دي مجرد ملاحظة. النهاردة وإن لم يقل بالشكل الواضح الصريح، رئيس مجلس الوزراء والدولة المصرية قررت رفع الحظر الكامل عن مصر. يعني الناس بتسأل هو الحظر اترفع ولا ما اترفعش؟ لا، ما فيش حظر خلاص. بمعنى إيه؟ ده اللي أنا فهمته، لأن المفترض المستشار نادر سعد أو حد من مجلس الوزراء يدخل يوضح لنا، إحنا بنحاول معاهم يعني. بس اللي أنا فهمته إن المحلات والمطاعم والمقاهي هتقفل الساعة 10، وسائل النقل العام الساعة 12 وتبدأ الساعة 4. فالأمر المؤكد من هنا ورايح من يوم السبت مش هنلاقي الناس المحترمين ضباط الشرطة والأمناء والمساعدين والحواجز اللي معمولة، خلاص من يوم السبت مش هتبقى موجودة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن تقريبا خلاص، بس اترفع الحظر بشروط. إنما المشهد اللي كنا بنشوفه إن الشوارع فاضية مفيش بشر، إنما الشوارع كانت فيها كلاب إنما ما كانش فيها بشر. وبالتالي اللي أنا يعني مصر قررت رفع حظر التجول من يوم السبت. ما تقالش كده صريح، ولكن هناك في بعض الانشطه، ودي انا جاي لحضراتكم فيها. على التليفون معي المحترم الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه. اهلا وسهلا دكتور خالد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ سيد وباهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. اهلا بيك يا فندم. دكتور خالد، اللي انا فهمته ده صح ان تم رفع حظر التجول، يعني من يوم السبت مش هنشوف اخواتنا واهلنا اللي كانوا واقفين في الشوارع بقالهم ثلاث شهور من الشرطة؟ خلينا يعني زي ما التكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء صدرت وبناء عليه مع الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع السادة الزملاء، سيادته أصدر كتاب دولي رقم 181 للسادة المحافظين. على مهلك يا دكتور دكتور خالد، على مهلك. دكتور خالد من فضلك يا دكتور خالد، معايا الدكتور خالد قاسم؟ أصح دكتور خالد، أهلا بيك يا دكتور خالد. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بستأذنك بس حضرتك بتتكلم بسرعة على مهلك عشان نسمعك كويس. اتفضل يا فندم. حاضر يا فندم. خليني أقول لحضرتك في ضوء التدابير اللي أخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبمناسبة الإعداد كمان لخطة محكمة يعني تمهيدا لإعادة النشاط الاقتصادي بالدولة تدريجيا في خلال مدى زمني محدد،
كان الآتي يا فندم. أولا تنفيذ لقرارات دولة رئيس الوزراء اليوم، فهيسمح بفتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة 10 مساء يوميا. وده حتى يعني الاشتراطات. ثانيا الاشتراطات العامة لفتح المطاعم والكافيهات ومحليات الحلويات المرخصة من سواء وحدات الإدارة المحلية أو من السياحة، لأن حصل اليوم تنسيق ما بين معالي الوزير اللواء محمود شعراوي والسيد وزير السياحة بالآتي يا فندم. هيتم مجموعة من الإجراءات، خليني أقول عليها. أول حاجة اشتراطات عامة. أول حاجة قيام مدير المنشأة إنه بيوقع إقرار بإنه بيلتزم بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات دي يا فندم هيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة. طيب تاني حاجة في هذا الإطار استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى. كيف يتم تحديدها دكتور خالد؟ يعني حضرتك عندك دلوقتي 100 ترابيزة، كل ترابيزة بتشيل 4، يبقى حضرتك هنقسم هناخد الربع على طول، يبقى حد الأقصى لحضرتك 25 ترابيزة. وبحد أقصى يعني ده بيعني ان لابد من اشتراط وجود كاميرات في المطاعم والمحلات والكافيهات. لا خليني كمان أأكد لحضرتك على حاجة، هو احنا الأمر هيبقى سهل في التنفيذ لسبب ان تم يعني اللي انا بقوله لحضرتك ده آليات التنفيذ اللي اصحاب المحلات والكافيهات هيلتزموا بيها، لان مفروض ما بين كل ترابيزة وترابيزة مسافة ما تقلش عن 2 متر. ولو انا وحضرتك قاعدين على ترابيزة واحدة يبقى بيني وبين حضرتك متر، وبحد اقصى لو احنا اسرة واحدة رايحة يبقى بحد اقصى 6 على الترابيزة. تمام حضرتك؟ سامعك يا فندم، اتفضل. سامعك اتفضل. وبالتالي يا فندم هيبقى مراعاة للاشتراطات دي. طب لو احنا جينا على ان المكان فيه اسانسيرات، يبقى ان وجدت اسانسيرات فنسبة الاشغال في الاسانسير 50%. طيب المكان الكافيه ده فيه ساحة للاطفال او اماكن لالعاب الاطفال، غلق هذه الاماكن. لو المكان ده بيستقبل حفلات ومناسبات، حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بالتجمعات. لو جينا بصينا على توزيع الأماكن، المطبخ وساحة التجهيز بتاعة الطعام، يبقى بتتجهز الأغذية في المطبخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي. يعني السادة العاملين في المطبخ يبقى في ما بين كل واحد والتاني مسافة تسمح بهذا التباعد. طيب واحنا داخلين على باب المنشأة موجود يافطة بعدم دخول اي حد عنده اعراض فيروس كورونا، وبالتالي حاجة لحضرتك دلوقتي في الاشتراطات الخاصة بالعملاء اللي داخلين، هقول لحضرتك انه مفروض بيتكشف كاشف حراري على السادة العملاء اللي داخلين. كذلك الامر في المكان، صاحب المكان، كل ده الالتزام او الاقرار اللي هيمضيه صاحب المكان ومدير المسؤول عن المكان. توفير مطهرات للايدي في مدخل المكان. لو احنا الخدمه الذاتيه محظوره، يعني ما فيش بوفيه مفتوح يا فندم. تمام سيادتك؟ سامعينك يا دكتور خالد، اتفضل يا فندم. لو جينا بصينا على قضيه الشيشه، حظر تام لتقديم الشيشه. طيب لو بصينا على المفارش القماش اللي موجودة على ترابيزات الطعام، يفضل المفارش اللي هي بتتشال بعد كل عميل مفارش. أما لو كان في مفارش قماش ده معناه يعني بعد النزلاء أو الضيوف ما يقوموا من على الترابيزة يتلم مفرش القماش، وبالتالي ما بين كل مستخدم والتاني. برضو الاشتراط العام ال 13 الاعتماد على ادوات طعام
احاديه الاستخدام قدر المستطاع، وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على الترابيزات، ووضع ملصقات في الارض بتضمن تنظيم اماكن الانتظام امام دورات المياه او المصاعد. ده كلام محترم. يعني انا اللي انا فهمته عشان الخصه للناس يا فندم، منع دخول اي حد تتجاوز حرارته 37 درجه ده مبدئيا. تمام كويس يا فندم. تمام. كل الكلام الاشتراطات دي رائعه ومحترمه وكويس قوي اللي انت ذكرتنا بيه. سؤال يا فندم، انت وانا واحنا مصريين واحنا كلنا اهل بعض وكده وعارفين، يعني شيء رائع اللي احنا بنقوله ده نظري، عند التطبيق يا دكتور خالد من سيراقب اجراءات تطبيق تلك الاشتراطات الرائعه؟ وحدات الاداره المحليه يا فندم. 1 2 جهاز التفتيش والمتابعة لدينا في الوزارة. 3 لو احنا بنتكلم على السياحة فبرضه في قطاعات السياحة المحلات اللي بتقع في تحت إشراف السياحة هتكون بتراجع عليهم ده. خليني أوفر خليني كمان أقول لحضرتك الضوابط اللي موجودة كمان بالنسبة للعاملين. العاملين اللي موجودين قياس يوميا درجات الحرارة الخاصة بيهم، واختار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها. أدوات الوقاية الشخصية بالنسبة للعاملين والتعقيم، وخاصة المواد التعقيم اللي هي معتمدة من وزارة الصحة والسكان. دكتور كل العاملين في المنشآت. حلو قوي يا دكتور. أنا بس معلش أنا عندي أسئلة الناس بتبعتها يا فندم. اتفضل. بالنسبة للمقاهي أنا وأنت عارفين إن كتير جدا من المقاهي مش ما عندهاش ترخيصات نتيجة لأن في بعض المباني اللي هي مقامة فيها مش مرخصة، وبالتالي عندنا كم في المهندسين وفي فيصل وفي الهرم وفي كل أنحاء مصر زي حضرتك ما عارف. المقاهي والكافيهات التي ستعمل، كل المقاهي والكافيهات ولا التي الحاصلة على ترخيص فقط؟ بص يا فندم، الفتح أنت النهاردة حضرتك بتفتح للكل. أنا بشكرك يا دكتور، أنا بشكرك. سؤالي التاني يا فندم، وأرجو حضرتك معلش تريح الناس فيها المسألة. النهارده فهمنا من كلام رئيس الوزراء إن الشواطئ العامة مش هتفتح دلوقتي. صح يا دكتور خالد؟ أيوه يا فندم، الشواطئ والمتنزهات العامة. ولكن الشواطئ بتاعت الفنادق والقرى السياحية اللي منتشرة في راس سدر وفي شرم الشيخ وفي البحر الاحمر وفي عين السخنه وطول الساحل الشمالي، هناك شواطئ للقرى السياحيه اللي هي خاصه بسكانها، ودي في حكم الشواطئ الخاصه. هل ينطبق عليها القرار بتاع اغلاق الشواطئ ولا دي شواطئ خاصه؟ القرار كان واضح جدا يا فندم، الشواطئ الخاصه دي في القرى السياحيه وفي الفنادق دي بتخضع لوزاره السياحه، وبالتالي نسبة التشغيل بتاعتها 25%، وبالتالي الفنادق اللي طلبت انها تشتغل خضعت للاشتراطات اللي نزلتها وزارة السياحة والمراجعات اللي بتراجعها ليها وزارة السياحة. ده برضو دي تفصيلات بشكرك عليها. انا ارجو يا فندم اجابة محددة عشان الناس المشاهد، هل الشواطئ بتاع القرى السياحية في الساحل الشمالي تبع وزارة السياحة ولا تبع الحكم المحلي ومحافظ مطروح؟ طبعا المحافظات يا فندم، بس وبالتالي هل ينطبق عليها شروط انها شواطئ خاصه ولا شواطئ عامه؟ عليها الاتي يا فندم، انها تراجع الضوابط زي ما قلنا، الضوابط اللي هي الخاصه بال 25% عليها انها تراجعها، ولكن حتى الان وحتى تاريخه ينطبق عليها ما ينطبق على الشواطئ اللي موجوده في المحافظات الساحليه، ينطبق عليها نفس الشرط. اللي هو لما ايه؟ حضرتك سألتني اللي هي تبقى مفتوحة ولا مقفولة؟ سألتني على القرى والفنادق. أنا بسأل عن القرى والفنادق، الشواطئ بتاعتها أو رفع عنها الحظر ولا ما زال ما عليها حظر؟ الفنادق يا فندم تخضع، الفنادق التي تخضع لوزارة السياحة قدمت وتراجع فيها الاشتراطات، اللي وفى بالاشتراطات اتوافق له كويس على نسبة تشغيل بنسبة 25%
ما عدا ذلك ينطبق عليه يا فندم قرار السيد رئيس مجلس الوزراء. اللي هو يعني قرى الساحل الشمالي ما زالت عليها الشواطئ حظر. أنا بستأذنك دكتور خالد، نتعاون مع بعض وأنا بقدرك وبحترمك. هل من الممكن، أنا معايا ساعتين يا فندم مدة زمن البرنامج، لأن أنت حضرتك لا تتخيل أنا النهارده عايز أناقش مسألتين، وأنا خليني واضح جدا معاك، حتة الشواطئ في القرى السياحية، والحاجة التانية اللي أنا هصر في مناقشته المساجد اتفتحت بس قال لك الجنازات لأ. فأنا النهارده سأحاول الاتصال بالمحترم وزير الأوقاف، لأن الناس بترجو، ورئيس الوزراء أرجولي حاولوا يا جماعة معاهم، الناس بتقول نرجو إن حتة الجنازات سواء في المساجد أو في الكنائس يصرح بيها مع وضع الاشتراطات. ما ينفعش تفتح المساجد للصلاة وبعدين الناس اللي بتموت ما ينفعش صلاة الجنازة عليها، صلاة الجنازة مع اشتراطات كبيرة جدا جدا. فأنا سأركز يا سيدي في تلك الحلقة على النقطة دي ونقطة الشواطئ. أستسمحك مع كل التقدير لحضرتك أن نتواصل مرة أخرى بحيث نتأكد من المعلومة علشان نعطي للناس معلومة صحيحة. ممكن يا دكتور خالد؟ اتفقنا يا فندم. شاكر فضلك يا فندم، متشكر جدا جدا. أنا ليه بقول ده؟ لأن المسألة ناس كتيرة جدا بتسأل على الحاجتين دول. ناس قاعدة في قرى كتيرة جدا جدا جدا، أنت رايح سايب بيتك في القاهرة وهنا عشان تروح أي قرية سياحية في الغردقة ولا في الساحل الشمالي ولا في راس سدر ولا في العين السخنة، والقرية فاضية ما فيهاش حد والشاطئ فاضي، تقول له ما تنزلش. يعني الحاجة التانية اللي أنا من كل الكلام ده مع كل تقديري واحترامي والكلام الكبير اللي بيقال، إزاي تفتح المساجد؟ خلاص مش هنصلي الجمعة ولا الحاجات قداس الأحد في الكنائس. بس يا دولة رئيس الوزراء، صلاة الجنازة أنا أرجو استثناءها يا فندم، لأن شيء مؤثر جدا جدا جدا، أحبابنا وأهلنا وإحنا بنموت حتى صلاة الجنازة ما نعملهاش. فأنا بأرجو، أنا أناشد السيد رئيس الوزراء وأناشد السيد وزير الأوقاف وأناشد اللجنة التي تجتمع لوضع تلك القرارات، وأيضا أناشد المحترم رئيس الجمهورية، إن صلاة الجنازة من فضلكم في المساجد أو في الكنائس يا جماعة من فضلكم، نحاول نفكر فيها. ممكن ناخد فاصل من فضلكم يا جماعة. أهلا وسهلا، رجعت لحضراتكم مرة تانية، وما زلت مصر ان عندي نقطتين الناس بيسالوا فيهم واركز عليهم طول الساعتين النهارده. النقطه الاولى فيما يخص المساجد والكنائس، الناس ترجو من الدوله المصريه السماح بصلاه الجنازه سواء في المساجد او الكنائس مع وضع كل الاحتياطات والاشتراطات اللازمه. الحاجه الثانيه، الناس بتسال، الناس اللي في القرى السياحيه موجوده، هل الشواطئ اللي عندها ينطبق عليها شواطئ عامه ولا شواطئ خاصه؟ والناس تريد النهارده اجابه محدده احتراما للقانون. على التليفون معايا اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر. سياده الوزير اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك فندم. اولا سياده الوزير انا احييك على الموقف اللي حضرتك بعد تداول الزفه دي بالمحافظه القبض على عدد من الشباب المتهور واحالتهم للنيابه، وحضرتك كنت يعني غاضب جدا لما شاهدت الموقف ده، فاحييك على هذا الموقف يا فندم. متشكر يا فندم، وده دورنا وده واجبنا، وانا بناشد كمان من خلال برنامج حضرتك المحترم، واللي انا اعرف ان يعني في نسبه مشاهده عاليه فيه. اي مواطن يشاهد حاجه زي كده، ارقام المحافظه موجوده، ارقام مديريه الامن موجوده، ارقام المرور موجوده، ما يكونش المواطن سلبي. يعني انا ما انتظرش كمان لما يجي الفيديو، لا ده انا عاوز المواطن يكلمني ويقول لي هذا حصل علشان ناخد اجراء اسرع من كده كمان. سؤالي الثاني يا فندم، القرى السياحيه اللي عند حضرتك الشواطئ بتاعتها ينطبق عليها الحظر ولا ينطبق عليها كمنشأة سياحية؟ لا، الشواطئ الخاصة بتاعتها مسموح بها السباحة في حدود الاشتراطات 25% او 50% وهكذا يا فندم. انا يا فندم الحقيقة ما عنديش قرية خاص خالص، يعني البحر الاحمر كله عبارة عن منشآت سياحية حضرتك، والمنشآت السياحية اللي حصلت على الترخيص من وزارة الصحة ومن السياحة طبعا مصرح فيها بالتواجد على الشاطئ طبقا للضوابط اللي موضوعه في الداخل، لكن كقريه سياحيه زي مثلا القرى اللي موجوده في الساحل الشمالي، لا انا ما عنديش قرى سياحيه بالشكل ده. ف
يعني حتى اليوم الفيجن يا فندم او الرؤية ستختلف عن القرية السياحية اللي موجودة في الشاطئ الشمالي عن الحاجات اللي موجودة في الغردقة وشرم الشيخ؟ اتكلم عن الريجوليشن او الحاجات اللي عندي انا اللي انا بشتغل عليها حضرتك مختلفه، لان انا بالنسبه لي حضرتك في طريقه تعقيم معينه بالنسبه للسائح من اول ما بيعمل دخول او تشيك ان في الاوتيل نفسه وصولا لطريقه تقديم الوجبات نفسها، ثم نفس الاجراءات اللي موجوده داخل الفندق سواء موجود دايما عياده طبيه بشكل مستمر او موجود غرف للعزل حاله الشعور باي حاله، وده حتى التباعد والمسافات موضوعه بشكل معين على الشواطئ، ايضا استخدام ادوات الغطس وخلافه. فالموضوع بالنسبه لي انا القريه السياحيه اللي سيادتك بتتحدث عنها لا ما عنديش بيها اي نوع من انواع يعني المعلومه كيف سيتم التعامل معها كشاطئ يعني. اشكرك شكرا جزيلا المحترم اللواء عمر حنفي في محافظه البحر الاحمر. طبعا هيبقى في نسبه ال 25% دي بصراحه في الجيم وفي المراكز الشباب وفي الانديه وفي الحتت دي كلها، بصراحه ازاي هتحددها؟ هل هتعمل ويتنج ليست وتقف على باب النادي او المساله؟ الحقيقه انا معلش يعني انا بحاول اشوف التفصيلات ليه؟ علشان نتجنب يبقى وقايه ان في مشاكل كثيره جدا هتحصل. على التليفون معايا المستشار محمود العسال المحامي بالنقد. اهلا وسهلا يا استاذ سياده المستشار. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا سيد بيه، سامعك، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. ايه الحكايه في الانديه وفي الزحمه وال 25% كيف ستطبق يا فندم؟ بص يا فندم، هو انا بس عايز اقول حاجه، هو القرار السيد رئيس مجلس الوزراء طبعا قرار يحترم عايز يفك على الناس، لكن لو انا قدرت افهم ان ال 25% دول في المقاهي مثلا والكافيهات، فدي عباره عن عرض وطلب ما بين صاحب الكافيه مثلا او صاحب المطعم وما بين بيكتفي بوضع معين او بيكتفي بنسبه معينه على كده، انما مش قادر افهمها ازاي ان الحاجات دي تحدد في النوادي. النهارده مثلا نادي من الانديه مثلا قوامه مثلا بتاع 80,000 او 70,000، انا هحدد ازاي وكل واحد من الاعضاء داخل وعايز وعارف ان ده حقه؟ انا عشان اقول له لا ده اكتفينا بال 25% هتحصل مشاكل كبيره جدا جدا كمان. بالاضافه انا طالما اصدرت قرار وقلت 25% المفروض وزاره الصحه برضو تتدخل وتقول ايه الاجراءات الاحترازيه اللي ممكن الانديه تقوم بيها، لان النوادي اساسا مش متخصصه طبيا او مش متخصصه. وبالتالي انت بتقترح ايه؟ لا انا بقترح لاما اعداد تنزل كافيه، طبعا مش هينفع في الوقت الراهن، لاما يتم على الاقل تاجيل الانديه، لان النشاط الرياضي في مصر نشاط كبير جدا، او الانديه في مصر اعدادها كبيره جدا، والناس هتلاقي مش هتلاقي متنفس غير الانديه، فكله هيجري عليها بعد الفتره الطويله دي. فاحنا لما نتاكد تماما من الامور استقرت سليم منعا برضو للمشاكل، مش هنيجي نقول والله احنا هنعمل الكلام ده وهنعمل وهنطبق اجراءات احترازيه، هتحصل مشكله برضو. مش عايزين نعالج مشكله بمشكله، فانا بقترح، برضو من وجهه حقوقيه ان على الاقل يؤجل الانديه منعا ان كل عضو ليه حق الدخول. فانا كنادي هقع في مشكله مع الاعضاء دي كلها، جميع الانديه في مصر مش نادي فقط، هقع في مشكله اقول له انا اكتفيت ب 25%، ولو افترضنا ان انا عندي 25% عملتها ازاي هطبق الاجراءات الاحترازيه الصحيه؟ هقوم بها ازاي؟ فلازم قرارنا يكون مكمل كله لبعضيه، لا اما نرجئ الانديه في الدخول دلوقتي لحد ما الامور تستقر، لا اما احط الاجراءات وزاره الصحه تتدخل وتحط الاجراءات الاحترازيه. اقتراح وجيه برفعه للمسؤولين في مصر، بأضمه إلى كمان، أشكرك شكرا جزيلا مستشار محمود العسال، بأضمه لمسألة أرجوكم، أنا بأرجوكم مسألة صلاة الجنازة مهمة جدا. أنا شفت ناس أبناء وبنات عندهم حالة اكتئاب لأن الآباء والأمهات توفوا ما عملهمش جنازات. يا جماعة أنا أرجو إعادة النظر، أرجوكم يا زمايلي المحترمين في الإعداد، عايزين وزارة الأوقاف وعايزين أي حد يدخل يكلمنا في المسألة دي، أرجوكم يعني. يبقى إذن المسألة زي ما احنا شرحناها، إنما كمان دور العبادة بقى، إغلاق دورات المياه بشكل تام، فتح وغلق المساجد بعد قبل وبعد الصلاة بعشر دقائق،
منع صلاة الجمعة والأحد داخل الكنائس، تكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، عدم فتح دور المناسبات نهائيا، وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، عدم فتح مصليات السيدات، تواجد المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، مع الالتزام بالتالي ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب المصلى للمصلى الشخصي، يعني يبقى كل واحد معاه السجادة بتاعته، وضع علامة التباعد بين المصلين، متابعة التقييم والتطهير مستمر. دي المساجد كل ده أنا ما عنديش مشكلة فيه. كل اللي بطلبه ان المحترم وزير الاوقاف يراجع في مساله الجنازات في المساجد والكنائس. على التليفون معايا الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزاره الضمان. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا استاذ سيد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. ربنا يكرمك. سؤالي حاجتين يا فندم، فيما يخص الحضانات وفيما يخص عوده عمل الجمعيات الاهليه. ايه هيحصل امتى ولا يعني ايه الحكايه؟ هو فيما يخص الحضانات لا جديد فيما يتعلق بفتح الحضانات، الحضانات ما زالت مغلقه ومفيش اي قرار بفتحها. اما الجامعات الاهليه فالجامعات الاهليه لم تتوقف عن العمل يا استاذ سيد، احنا في رمضان الجامعات الاهليه ادت يعني اعمال جليله وقامت بدور مهم جدا، وخلال الفتره اللي فاتت كل الجامعات الاهليه بتشتغل، بالعكس كانت عندها كمان حريه الحركه والتنقل وقدروا يقوموا بدورهم خلال ما فيش ولا جمعية أهلية في مصر توقفت يعني. طيب في الناس اللي دفعت فلوس الحج وربنا سبحانه وتعالى ما كتب لهمش السنة دي نتيجة القرار السعودية بقصر الحج على المقيمين في السعودية بأعداد محدودة، كيف سيتم التصرف معهم؟ لا السيد الناس ما دفعتش فلوس الحج ولا حاجة، الناس اللي طلعت في القرعة يا فندم أو حجزوا أو أوي القرعة ما اتعملتش يا أستاذ سيد، ما اتعملتش القرعه ولا الناس دفعت فلوس. لا الناس تقدمت، ومعالي الوزيره وجهت بان اللي تقدموا السنه دي هنحتفظ ببياناتهم وليهم الحق في الدخول الى القرعه العام القادم ان شاء الله بنفس البيانات اللي تقدموا بيها، ولكن احنا لان القرعه لم تجرى اساسا وبالتالي لم تحصل اي اموال من اي شخص من الناس اللي تقدموا، احنا عندنا 12,000 تأشيرة تقدم ليهم 31,000 من أعضاء الجمعيات الأهلية، لم تجرى القرعة ولكن 31,000 متقدم هنحتفظ ببياناتهم للعام القادم وسيتم منحهم الفرصة كاملة للدخول إلى القرعة، سواء بقى كانت إن شاء الله السنة الجاية يا رب يكتبها لكل الناس يا رب يا رب أو أقل، هيتم تحديد المعايير العام القادم وفق ما سيتم. أشكرك يا فندم، يا رب يكتبها لكل الناس يا رب. طيب أنا معايا على التليفون المحترم الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. دكتور جابر أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك، أنا رئيس القطاع الديني ولست المتحدث الرسمي باسم الوزارة. الأساتذة زمايلي في الإعداد قالوا لي كده يا فندم فأنا بعتذر لك. أنا كنت سابق، لا حصل خير بس أنا سابق يا أستاذ طيب. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ربنا دكتور أحسن. جابر بغض النظر عن كل الصفات الرسميه احدثك كرجل تفهم في الدين. تحت امرك. الناس عندها قدر من الحزن، النهارده بقى الناس فرحانه قوي 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 المسلمين والمسيحيين ان الاذان وان المساجد ستفتح وهنصلي الفجر وهنصلي العصر مع كل الاشتراطات واخواتنا المسيحيين هيعملوا كده. ولكن ليه رجاء يا فندم؟ وأرجو تبلغوا للسيادة الوزير يا فندم ونتباحث فيه. تحت أمرك. أنا عندي يا فندم آلاف الحاجات الناس طالبة مني إن أنا أوصل صوتهم ودي مهمتي. تحت أمرك. الناس يا سيدي تريد استثناء صلاة الجنازة مع كل التباعد ومع كل الاشتراطات لأن ده مهم أوي أوي سواء في المساجد أو الكنائس. بداية إحنا يعني ملتزمين بالضوابط التي يعني قيلت في من مجلس الوزراء وبتطبيقها عن طريق وزارة الأوقاف. هذه الضوابط مسألة صلاة الجنازة إن شاء الله، يعني أولا الجنازة ستؤدى سواء كانت في خارج المسجد أو كانت في على المقابر، وقد كنا نؤديها في الأماكن قبل أن يرفع الحظر على المساجد ولم تعطل، وكما قالوا أول الغيث في قطرة ثم ينهمر، اليوم بدأنا في الصلوات أو يوم السبت سنبدأ في الصلوات العادية وجمعة تعلق وبعدها إن شاء الله لكل حادثة الحديث ستعود إن شاء الله الجمعة والجماعات وصلاة الجنائز. كل اللي حضرتك بتقوله ده فوق دماغي يا دكتور جابر. بإذن الله بعد زوال أزمة كورونا. يا فندم أنا بأرجوك حضرتك بلغ طلبنا للسيد وزير الأوقاف يا فندم،
قول له الناس بتطلب، قول له الناس بتطلب وعايزه القول الفصل يا فندم. هل من الممكن ان سأبلغ دعوتك لمعالي الاستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعه وهو يقدر سيادتك ويعني يثني عليك خيرا. ربنا يكرمك، لو هناك في اجابه يا ريت لحضرتك تبلغ لنا قبل نهايه البرنامج. ان شاء النهارده ان شاء الله يا فندم. حاضر، شاكر فضلك ومقدر الدكتور جابر طايع المشرف دي في وزاره الاوقاف. ممكن ناخد فاصل يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت حضراتكم مره تانية. النهارده وزاره التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات اعلن ان امتحان السنوات النهائيه هيبقى يوم 1 يوليو المقبل. وكمان في الاجتماع النهارده اعلن وزير التعليم العالي ان هناك في 24 مستشفى جامعي بتقدم خدمات العزل والعلاج لحالات كورونا. وقال الحقيقه ان عندنا 225 حاله رعايه مركزه و104 حاله على اجهزه التنفس الصناعي، بينما تم خروج 2008 حالات الى جانب 267 حاله وفاه. يبقى اذا الدوله المصريه بترجع. بترجع بمعنى ايه؟ الثانويه العامه، الثانويه الازهريه، الدبلومات الفنيه، التعليم، الشهادات النهائيه، الحياه بترجع. اللي ناقص شويه حاجات بسيطه قوي 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 ويمكن انها تتلافاها. الحكايه ايه بقى؟ الحكايه ان اسمه التعايش المر. التعايش المر احنا بنرجع. العالم كله بيعمل كده. خدنا فتره 3-4 شهور قاعدين بنستكشف هذا الغول وهذا الوحش اللي موجود اسمه كوفيد 19. بس العالم مش هيستمر كده، الارض مش هتستمر كده. فلابد من التعايش مع هذا المر، اسمه التعايش مع المر، مع كوفيد. وبعد شويه الناس هتتعايش معاه وهيبقى زي انفلونزا العاديه، والناس هتاخد احتياطاتها، ورب دارة النافعه بدانا نتعلم النظافه ونلبس مش عارف ايه ونتباعد اجتماعيا ونحط الكمامه لما نبقى في زحمه، والمبوسه اللي كانت شغاله وكل العادات الرديئه. كورونا علمتها لنا ان احنا نلتزم بيها خلاص بقى، ليس عشان فقط كورونا انما عشان باقي الامراض كلها بتتنقل عبر التنفس وعبر الاحضان عبر عدم النظافه. فعلينا ان احنا نبقى مستعدين بقى ان احنا نتعايش مع هذا. ليه بقى؟ احنا كلنا، كل الناس تعايشت مع الايدز وتعايشت مع السرطان وتتعايش مع الاورام وتتعايش مع الفشل الكبدي والكلوي وبنعيش. فنبقى مستعدين ان احنا بنتعايش. المشكله كلها ببساطه شديده جدا، حضرتك عايز ما تتصابش اتبع الاجراءات اللي بقول لك عليه ببساطه قوي يعني، ونتباعد وبتاع الدنيا تمشي. معايا مين يا اساتذه؟ معايا تليفون الانبا باخوم المتحدث باسم الكنيسه الكاثوليكيه. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يكرمك يا فندم. ستعود الحياة إلى طبيعتها، وأعلنت الكنيسة النهاردة أن بدء إقامة الصلوات في الكنائس، مش كده يا فندم؟ بالفعل غبطت بينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق في بيان لي النهاردة عن الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، بعد البيان اللي أصدره رئيس مجلس الوزراء. بالفعل أعلن عن أن العودة الجزئية نقدر نقول للحياة الطبيعية كمان في الكنائس هيبدأ إن شاء الله من يوم السبت القادم، لكن طبعا تحت نقدر نقول إجراءات احترازية كبيرة وتوعية وتغيير في أشياء كثيرة من أجل المحافظة على عدم ازدياد المخاطر ونشر الوباء أكثر وأكثر. فيما يخص صلاة الجنازة أنبا بهوز، أنا كنت شفت بعض الصور بتقام بعدد محدود جدا من الأهل المتوفى وكده يعني. هل سيظل هذا الوضع ولا مع بعض المرونة أكتر يبقى فيه تباعد اجتماعي؟ مش فاهم يعني فيما يخص صلاة الجنازة يا فندم. يعني عموما فيما يخص كل الصلوات الطقسية، مش بس الجنازة لكن كمان القداسات، الخطوبات، الزواج، فيما يخص كل الصلوات، احنا يعني نزلنا النهاردة في هذا البيان ان عدد الأشخاص لا يزيد أبدا عن 25% من سعة الكنيسة. بمعنى لو الكنيسه كاشخاص بتسيع 100 شخص، اذا اللي بما فيها صلاه الجنازه الانبا بخول كله
كله بما فيها صلاة الجنازة. أشكرك كله. شكرا جزيلا يا فندم. رجع لنا الدكتور جابر طايع. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ سيد، وأنا يعني بلغت تحيات حضرتك لمعالي الدكتور الوزير، وأنقل لك أيضا تحيات معالي الدكتور أشكرك الوزير يا فندم. لسيادتك واحترامه وتقديره الشخصي. أشكرك يا فندم. وعرضت المطلب سيادتك واستجاب على الفور، لكن بمحاذير تالية. أولا أي فندم، نأخذ الأسبوع الأول تجربة لمدى انضباط الناس في الصلوات. كويس. وبعد ذلك إذا ما انضبطت الناس وانضبطت المنظومة واستشعرنا أنه عدت بسلام دون أدنى مخالفات، يكون الأسبوع الذي يليه فتح للجنائز، ولكن بضوابط أيضا أخرى. مفهوم. وهي ألا تكون أثناء الصلوات الفرائض، وهي مثلا الظهر. لو أنا عندي 100 مسجد، عفوا 100 مصلي في المسجد، وحققت التباعد بينهم ودخلت جنازة ومعها 100 إضافة، لا أستطيع أن أحقق التباعد بينهم. ولكن عقب الصلاة، بعد الصلاة وبعد انصراف الناس، وإحنا بنغلق المسجد على الفور، إذا ما جاءت جنازة سيفتح المسجد للصلاة فيها، لأنه قد يكون هناك مثل السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين. الجنازة ليست واحدة، قد يكون 7 جنائز في اليوم وتصل إلى 10 جنائز في التوقيت الواحد. كل جنازة لو معها 50 وعندي 10 جنائز، هيبقى عندي 500 فرد في مكان لا يسع 200 فرد. فبالتالي سنعد هذا الأمر ويكون بعيدا عن صلوات الجماعة، وسيفتح إذا ما انضبطت الناس بضوابط الإجراءات الاحترازية والضوابط اللي احنا قنناها في من أول يوم السبت. دكتور جابر طايع، تحياتي وتقديري لك وللوزير المحترم، وهذا نحن صنعنا خبر الحقيقة ونقلنا رغبة الناس وتم الاستجابة. أصيغ تاني وبلور للناس الخبر الجديد، ده خبر جديد يا جماعة. وافق المحترم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن يكون الأسبوع الأول في الصلاة هو أسبوع اختبار وتجربة لمدى انضباط الناس، وإذا ما تم الانضباط فسيتم فتح المساجد بنسبة 25% أو بالتباعد الاجتماعي لصلاة الجنازات، بحيث تتم بعد انتهاء الصلاة المقررة سواء الفجر أو. كلامي منضبط يا دكتور جابر؟ أحسنت يا أستاذ سعيد، وأسقت الخبر أفضل مني. ربنا يكرمك يا فندم. شاكر مرة تانية ومقدر لحضرتك وللوزير المحترم، أشكرك شكرا جزيلا. أتمنى كده أن احنا نكون قلنا للناس اللي هي كانت قلقانة قوي قوي في المسألة دي، أن احنا نكون يعني الحقيقة نحاول نصنع خبر، نحاول ننقل هموم الناس، وأن مسؤولين المحترمين يستجيبوا ليها. يبقى إذن مرة تانية بقول، وهذا انفراد لزمايلي في الإعداد الحقيقة، أن وافق الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على أن يكون الأسبوع الأول في فتح المساجد أسبوع اختبار لمدى انضباط الناس، والأسبوع الذي يليه ستفتح المساجد لصلاة الجنازة بشروط التباعد الاجتماعي وبنسبة معينة وبعد أداء الصلوات الخمس. شكرا لكل من حاول أن يستجيب معنا ويحقق بعض مطالب الناس، شكرا للحكومة المصرية. نروح بقى يا جماعة، شايف أقول الحقيقة يعني، إنما النهاردة عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعهم غير العادي الاستثنائي الحقيقة، علشان نتيجة لطلب مصر في دعمها في ما يحدث في ليبيا وفي أثيوبيا. والحقيقة طلعوا بيان، شدد وزراء الخارجية العرب على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مؤكدين ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية. الوزراء قالوا أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية ودعم المجلس التنفيذي الكامل للإتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والتأكيد على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، وأخيرا مؤتمر برلين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الحقيقة من صنع أزمة ليبيا
كانت صناعة أزمة ليبيا تحت مظلة الجامعة العربية في عهد المحترم عمرو موسى. خلينا نقولها بصراحة، هذا البيان في هذا التوقيت لما تيجي تكلمني على واحد معتدي تركي جاي يقيم الخلافة ويحتل أرض عربية، البيان ده يا جماعة يتقال في الظروف عادية. احنا هنفضل قاعدين نجامل وماسكين العصاية من الوسط؟ ايه البيان ده؟ ايه البيان ده بجد؟ ليبيا على فكرة المسألة مش مسألة مصر، المسألة هي مسألة الأمن القومي العربي، سواء في مياه النيل لما يحدث مع مصر والسودان أو في ليبيا، ده الأمن القومي العربي مش أمن مصر. مصر ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يحميها وعندها جيش قادر على إنه يحميها. إنما الحقيقة اللي بتعمله جامعة الدول العربية يعني يخرج الحليم، يحرج يعني يخرج الحليم عن من غضبه يعني كتير قوي اللي بيحصل ده. طب يعني طب انا بس رجعني الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزاره الاداره المحليه وفيما يبدو هناك جديد. دكتور خالد اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا دكتور خالد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد بيه، مساء الخير على حضرتك. حظي جميل ان احنا نتواصل يعني. اتشرف بيكم يا فندم، اتشرف. الله يحفظك. اتفضل يا فندم. في حاجه فيما يتعلق يا فندم بالنسبه للقرى السياحيه والقرى اللي موجوده في العين السخنه والساحل الشمالي وغيرها، فهو بالنسبه للشواطئ بتاعتها، الشواطئ بتاعتها هتطبق الاشتراطات اللي كانت عاملاها وزاره السياحه في هذا الشان، يعني طبعا نظرا لضاله الاعداد بتاعه مرتادي هذه القرى، فهيطبق هنا سياسه التباعد اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للمستلزمات الخاصه بتاعه الاستخدام، طبعا دي كل واحد هيستخدم حاجته الخاصه فيما يتعلق بمستلزمات اداره هذه الاماكن، فيما يتعلق من التطهير والتعقيم المستمر بالنسبه لحمامات السباحه نفس الشيء هيكون قائم، وبالتالي يا فندم ينطبق عليها ما ينطبق على الاشتراطات الخاصه بالفنادق. يعني الحقيقه انت يا سيدي صنعت معنا خبر نقول للناس كلها ان الشواطئ الخاصه في القرى السياحيه في العين السخنه او الساحل الشمالي تطبق الشروط الاحترازيه من التطهير ومن التباعد الاجتماعي وبنسبه معقوله، واذا تفتح الشواطئ القرى السياحيه في الساحل الشمالي والعين السخنه وخلافه بتطبيق الاشتراطات. وهذا كان الحقيقه مطلب مهم جدا جدا. شاكر لك يا دكتور خالد قاسم، وشاكر لوزير التنمية المحلية، وشاكر لمجلس الوزراء المصري الذي يستجيب لبعض الأمور المنطقية التي يطلبها الإعلام نتيجة لأنه يعبر عن الناس. شاكر فضلك يا فندم، شاكر واشكر لنا الوزير يا فندم. معلش يا جماعة اكتبوا لي ده خبر تاني، يبقى احنا حققنا في الحلقة حاجتين، حتة الشواطئ القرى السياحية وحتة صلاة الجنازة. أرجوكم قولوا إن ده خاص بينا علشان الناس تعرف، واحنا كده بنرد على التساؤلات بتاعتها. السفير المحترم محمد عبد الحكم، انا بعتذر سعادة السفير، انا بس كانت عندي اخبار يعني فكنا معلقنا، فانا بعتذر لك قوي يا فندم. سعادة السفير، انا الكتير قوي يا فندم جامعة الدول العربية يعني غير موجودة يا فندم وغير مدعوة، احوال سوريا تتقرر بعيدة عن جامعة الدول العربية في برلين وفي واحوال ليبيا النهاردة تقول لي انها على استعداد للامم المتحدة، بينما يا فندم يعني أين جماعة الدول العربية؟ أين البيانات القوية؟ أين التضامن العربي؟ أليس ما يحدث في أثيوبيا وفي ليبيا يا سيدي يهم الأمن القومي العربي كله وليس مصر فقط؟ يعني مساء الخير يا أستاذ سيد. أهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. يعني أنا يعني بتفق مع سيادتك تماما، ولكن يعني اجتماع اليوم يعني بيعطي الأمل في يعني اتخاذ الجامعة العربية لمواقف لصالح الأمن القومي العربي. وزي ما سيادتك تفضلت يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر. في نفس الوقت يعني الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن القومي العربي. لكن البيان والقرار اللي اتخذوا النهارده اجتماع وزراء الخارجيه العرب
بيعطي الأمل في اتخاذ موقف قوي من قبل جامعة الدول العربية تجاه التدخلات الأجنبية، واسمح لي إن أنا أقول تجاه العربدة والبلطجة التركية في الشأن الليبي. أيوة. أيوة. البيان النهاردة كان بيان قوي جدا، ويعني خليني أقول إن حضرتك يعني من أهم الفقرات اللي لفتت نظري هنا في القرار بتاع جامعة الدول العربية رفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية. هو ليه ما تقالش تركيا سعادة السفير؟ الإرهاب في ليبيا. سعادة السفير ليه ما تقالش تركيا؟ هو احنا بنطبطب على تركيا ليه يا فندم؟ لا يعني أنا بتفق مع سيادتك تماما ان البلطجه والعربده بتمارس من قبل تركيا. ثم اتي ببيان دبلوماسي ما اقولش اسم تركيا؟ يعني انا مش فاهم، لما تركيا تعربد في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن حاليا وفي السودان وفي سواكن قاعده تعربد يا فندم، وانا اجي بيان جامعه الدول العربيه المفترض يعبر عن الهموم الامه العربيه وما اقولش اسم تركيا؟ انا شايف ان يعني تزيد في الدبلوماسيه. يا اتفق مع سيادتك تماما، يعني انا يمكن كنت حريص ان انا اشير الى البلطجه والعربده التركيه والدور احييك على هذا اللي بتقوم بتركيه تركيا في ليبيا. وخليني حضرتك اشير هنا الى التصريحات الصادره عن الرئيس الفرنسي ماكرون اللي اشار بوضوح الى اللعبه الخطره التي تمارسها تركيا في الشرق الاوسط واللي بتتناقض مع ما سبق وان اتفق عليه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وآخرها مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية. البلطجة التركية ما زالت مستمرة زي ما سيادتك تعلم والمجتمع الدولي يعلم، ما زالت مستمرة في نقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، مستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بتوريد السلاح إلى ليبيا، مستمرة في زعزعة الأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا إنما في العراق وإنما في سوريا وكذلك في الصومال. وإحنا شايفين العربدة والبلطجة التركية اللي بتمارس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وفي المياه الإقليمية لليونان، هذا فضلا عن انتهاك تركيا اليومي للمجال الجوي لقبرص والمجال الجوي اليوناني. أنا يعني القرار الصادر عن الجامعة العربية النهاردة يعني هو قرار يعني قوي ومن أقوى القرارات التي صدرت عن الجامعة العربية بالنسبة للأزمة الليبية، ولكني أتفق مع سيادتك كان لابد من الإشارة صراحة وبدرجة مباشرة إلى التدخلات التركية التي أدت إلى زعزعة أمن واستقرار الشعب الليبي وإراقة دماء الشعب الليبي. أشكرك شكرا جزيلا المحترم السفير أحمد عبد الحكم شاكر فضلك يا فندم، وإن كنت ما زلت أصر إن أنا كنت أتمنى إن نضع النقد فوق الحروف. أحيانا بعض الدبلوماسية تعطي شرعية لبعض البلطجة، اسمها تركيا اللي عاملة الاعتداءات واسمه ما يحدث من أثيوبيا أو ما يحدث من تركيا هو تهديد للأمن القومي العربي، لأن أنا عندي فيه خونة قاعدين في اسطنبول قاعدين بيرقصوا وعايزين يدفعوا مصر ومصر ومصر، وكأن مصر الأمن القومي المصري، الأمن القومي المصري ربنا سبحانه وتعالى يحمي هذه البلد لما يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ربنا سبحانه وتعالى لن يضيم مصر، ثم إن بعد ربنا سبحانه وتعالى لدينا جيش مصر، ولدينا وعي الشعب المصري، ولدينا رئيس مصر. فالحقيقة يعني أنا سؤالي الأخير لجامعة الدول العربية، قطر طردت سوريا على طول من جامعة الدول العربية وادته المعارضة، بينما لا يزال مندوب حكومة السراج العميلة يمثل ليبيا في جامعة الدول العربية. لماذا الكلب مكيلين؟ حتى الآن لم يعود مندوب سوريا بينما موجود مندوب ليبيا. مش فاهمها الحقيقة يعني. هذا كلام منطق ليس كلام انفعال ولا أي شيء خالص. وعشان كده بعض البيانات اللي بتطلع كده تخلي هؤلاء العملاء الخونة اللي عندهم ترخص وطني وليس لديهم حياء وطني بيحرضوا اثيوبيا وبيحرضوا تركيا على مصر. دول من اي بطن حملت هؤلاء الخونه؟ اي بطن حملتهم؟ ده حتى مش عارفين يداروا ولد اسمه معتز والولد اسمه ناصر وبقيه هؤلاء العصابه المنحطه، تشعر بشماته منحطه
يخرب بيت سنينكم، ده انتوا كلتوا من الارض دي وشربتوا من ميتها وكنتوا عايشين بينا. طيب معايا اتصال من الاقتصادي ورجل البورصه الاستاذ محمد الماوي. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. تحياتي ليك يا استاذ والله. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الحقيقه انا ليا امنيه، انت ممكن تحققها لي، خلي البرنامج 5 ايام في الاسبوع مش 4 عشان نستمتع بيك اكتر، عشان انت بتغطي كافه اشكال القضايا الاجتماعيه الحقيقه مش مجامله والله. ربنا يكرمك يا فندم، شاكر يعني بيوم الاربع كمان. حاجه ثانيه استاذ، بس انا بشكرك جدا يوم السبت حضرتك كنا عملنا حلقه، والحقيقه طبعا رئيس البورصه المحترم الدكتور محمد فريد والنائب الدكتور احمد عبد الرحمن وهم كلهم ناس افاضل محترمين، لقيتهم في تجاوب تام على فكرتنا والناس مرحبين بيه جدا، ولفت نظري ان ده كان اجراء احترازي وقت الدكتور اشرف الشراوي تم اتخاذه لظروف مؤقته في البلد، والنهارده في عصر العبور الثاني للرئيس السيسي عامل، انت عارف ان احنا عملنا 5 سنين انجازات جميله جدا 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 اقتصاديه على مستوى المواطن وعلى مستوى شبكه الطرق وعلى مستوى تحرير سعر العمله، الحاجه الوحيده اللي هي واقفه الفكر بتاع الاقتصاد يا سيدي انا اشرت بيه معاك. عشان بس يا سيدي يبقى كلامي مدعم بارقام، سيادتك معايا يا فندم؟ معاك يا فندم اتفضل. ايه انا كنت معاك بتاريخ 2/4/2020 بتاريخ 2/4 وممكن ابعت لفتك الحلقه، اتكلمت احنا هنستغل الانهيارات اللي موجوده في الاسواق العالميه واللي من 70 80 مليار جنيه موجودين في البنك الاهلي و80 مليار في بنك مصر من شهادات استثمار نستثمر الجهد بيهم لصندوق سيادي هديتي للدوله زي ما احنا كسبنا كده من خير الدوله دي، عايزين ننتج يمين، ننتج يمين ازاي؟ حتى اي خبير ومن يريد ان يعني يحاولني من محافظ بنك مركزي وزير استثمار او رئيس اي حد اللي انا بقوله ده لو في يعني اي اعتراض عليا انا موجود معاك، انا مش رحتش في حته. النهارده كان في عز الانهيارات دي يا سيدي كنا استثمرنا فكري ده في اللي انا قلته يوم 2/4 معاك، وشوف اسعار النهارده بالتحديد كان امازون مثلا ب 1400 النهارده ب 2800، بتكلم في مليارات داخل البلد فلوسنا يا سيد مش قروض ولا بتحملنا فوائد قروض سيادتك معايا يا سيد. فالفكر لازم يبقى احنا النهارده ننطلق دي. عمو انا بشكرك انا بس عايز وانت معايا يا فندم، انت معايا عايز اقول تحيه وتقدير لرئيس البورصه دكتور محمد عمران ورئيس هيئه سوق الاوراق الماليه وكل المسؤولين ورئيس هيئه تداول سوق المال. يعني الحقيقه لدينا في مصر خبرات وطنيه محترمه، وانا اعلم ان هناك بعض القرارات التي اتخذت خلال الاخوان انها كانت يعني قرارات احترازيه فقط حتى يعني السيطره على الأموال المصرية والبنوك المصرية وتنظيم عملها حتى لا تتسرب بالدولارات في أيام تلك الأيام، أيام من خلال هؤلاء الخونة. تلك كانت قرارات يعني وقتية واحترازية، ولكن حان الآن الوقت إلى أن يبقى عندنا شفافية وعندنا وكل تقديري، وأنا أعلم وأراهن على رئيس البورصة ورئيس هيئة سوق الأوراق المالية أن شركتنا اللي عاملة في سمسرة تشتغل في أسواق المال الخارجية. أشكرك شكرا جزيلا أجل البورصة الأستاذ محمد الماوي. طيب وسط اللي بيحصل ده كله في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي كل الدول العربية والسعودية واليمن والسودان، قنوات الجزيرة والإخوان الإرهابيين قاعدين يعملوا من الحبة قبة، بينما إسرائيل منقسمة. نتنياهو وجانس والانتخابات والدنيا متنيلة بستين نيلة، محدش بيجيب سيرة الكلام ده، مش موجودة، مش موجودة خالص. يعني في تهديدات الحكومة وانتخابات وحكايات كبيرة جدا جدا، لا أحد يعلم شيء عما يحدث في الداخل الإسرائيلي، بينما لما واحدة بتروح قدام مستشفى في مصر أو في السمبراويلوين تلاقي القنوات كلها وقناة الجزيرة تلك الأداة الصهيونية الرخيصة مقومة الدنيا ولا تقادر. ماذا يحدث داخل إسرائيل؟ مع الأستاذ إسلام كمال المدير التنفيذي لجريدة روز اليوسف. اهلا وسهلا بيك يا استاذ كمال. اسلام. اهلا استاذ سيد. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. هو زي ما حضرتك بتقول كده، فعلا في حاله انقسام شديده بين الكتله بتاعت نتنياهو وكتله جانتس، اللي الاول مره اسرائيل بتشهد فيها رئيس وزراء ورئيس وزراء بديل، حتى المصطلح غير مطروق في تاريخ الكيان الصهيوني. وبالفعل لغايه دلوقتي ده احنا بقى لنا تقريبا قرابه الاسبوع في خلافات شديده بين فريق جانتس وفريق نتنياهو على فكره ماهيه التنفيذ وليس التنفيذ في حد ذاته، عشان الناس بس ما تتصورش ان جانتس مش عايز ينفذ. جانتس لسه لغايه النهارده بيهدد الفلسطينيين بيقول لهم لو انتم مش عايزين تتفاوضوا على
ما يسمى بصفقة القرن احنا هننفذ لوحدنا. بس الفكرة وما فيها ان هو بيتكلم في التوقيت وبيتكلم في قوة التنفيذ وبيتكلم هل الجيش يخش بكل قوته وهل ما نهتمش برد الفعل المتعلق بمصر والأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية من ناحية تانية، وبيتكلم على السيناريوهات هل هتبقى في انتفاضة والانتفاضة دي لو حصلت هتبقى بقوة ولا لا. لغاية دلوقتي رئيس الأركان بيحذر ان ممكن تكون تحصل حرب مثلا في غزة، يعني ويخلي كلمة حرب دي بين قوسين، هم بيحاولوا يكبروا الدنيا عشان يبرروا لنفسهم اللي بيحصل. نتنياهو بيهدد حتى من قبل قليل، يعني بيهدد لغاية دلوقتي بالذهاب للانتخابات، وكل استطاعات الرأي طبعا بتؤكد ان هو بعد ما نهى على الكتلة بتاعت أزرق وأبيض اللي كان رئيسها جانتس بعد ما شق على حلفائه ان هو هيكتسح الانتخابات القادمه بالنسبه لنتنياهو، وهيوصل لاكثر من 40 اللي كودا يوصل لاكثر من 40 مقعد، بينما جانتس بفريقه ممكن يجيب حوالي 18، والكتله العربيه هتستمر في قوتها حوالي 15 مقعد. احنا لغايه دلوقتي لسه الاجتماع بتاع جامعه الدول العربيه لسه على مستوى وزراء الخارجيه منتهي وما انتهاش بموقف اكيد حيال الضم، كان مهتم بملف الليبي وكان عمل قرار يعني قوي بشكل او باخر فيما يتعلق بملف السد الاثيوبي، لكن لم يتعلق لم يعلق بشكل كبير على مشكله الضم. واتصور ان هم قاعدين بيحاولوا ينيموا الجو وحتى كسبوا موافقه امريكيه من حزب الجمهوري بالذات مع اقتراب الانتخابات الامريكيه، بيقولوا الامريكان اعملوا اللي انتم عايزينه للاسرائيليين وشوفوا نفذوه في الوقت اللي انتم عايزينه، وما يهمناش رد فعل الفلسطينيين ولا حتى عرب. وقاعدين هم يا استاذ سيد بينزلوا اخبار غير اكيده بالمره على فكره ان مصر هتعدي الموقف وهتكتفي بس بشكب وادانه، ولازم كلنا ناخد بالنا من الاخبار اللي بتنزل في الصحافه الاسرائيليه. زي ما حضرتك بتقول ان الجزيره وغيرها من القنوات الاخوانيه بيترجموا بشكل مباشر، وهما بيورطوا الصحافه الاسرائيليه بيورطوا المخابرات المصريه اللي يمضي في اخبار مدسوسه علينا، لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. الموقف المصري واضح بثوابته المصريه والعربيه، فلازم ما ننسقش ليه ترجمات مباشره من الصحافه الاسرائيليه، لازم ناخد بالنا ونصحى لهذا العبث اللي حاصل في الصحافه الاسرائيليه. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، اشكرك فندم. معي ايضا المحترم استاذ شريف رمزي عضو غرفه صناعه السينما. استاذ شريف اهلا وسهلا يا فنان. اهلا يا فندم، ازيك يا استاذ سيد عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك فندم. الله يخليك يا استاذ سيد، انا سعيد ان انا معاك في المحاضره. شرفت بيك يا فندم. تقرر يا فندم فتح السينمات بنسبه 25% وفي اشتراطات تواجد بوابات التعقيم داخل كل باب سينما وتوافر الكمامات وتطبيق شروط التباعد، هل ده ممكن يتحقق يا استاذ شريف؟ والله يا استاذ سيد طبعا احنا كلنا كنا يعني منتظرين بفارغ الصبر فتح دور العرض، لان طبعا قفل دور العرض بقى اكثر من 3 شهور ده كان يعني بيحصل لنا مشاكل وخسار يعني خسائر فادحه، الصناعه كلها بكاملها متوقف ومفيش اي، وفي طبعا يعني مصاريف بتتصرف ما بين مرتبات وايجارات ومصاريف يعني لا حصر لها، وصناعه بالكامل متوقفه. طبعا خسرنا العيد الصغير اللي فات، وده طبعا انت عارف ان اغلب دور العرض بتعتمد اعتماد كلي على العيدين، العيد الصغير والعيد الكبير في المكاسب بتاعتها، او انها تغطي طول السنه وتقدر تشتغل. فطبعا لما نخسر طبعا عيد صغير ده تقريبا 50% خسائر، بالاضافه الى ان احنا لسه في العيد الكبير مش عارفين طبعا ايه، كنا منتظرين نفتح يعني بفارغ الصبر. وطبعا جالنا يعني النهارده سمعنا عن موضوع الاجتماع اللي حصل الصبح بتاع السيد رئيس الوزراء، ساعدنا جدا ان طبعا ابتدى يتشاف السينما او مثلا يعني نبص على السينما كصناعه مهمه وصناعه اساسيه وحيويه في مصر، ان احنا نبص لها ان احنا طبعا نهتم بيها ونقول هنفتح. ولكن 25% تشغيل يعني اعتقد ده ما يكفيش، او ان احنا مش هنقدر نواكب يعني المصاريف بتاعتنا او نغطي حتى، يعني تعتبر خسائر لو السينما فتحت 25% اشغال فقط، ده تعتبر خسائر على دور العرض، واغلب دور العرض مش هتقدر تفتح بهذا الشكل. فاحنا في اجتماع بكره معمول في مجلس في غرفه صناعه السينما، بحيث ان احنا هنناقش يعني كل صناع السينما واصحاب دور العرض والمنتجين هيناقشوا ما امكانيه تحقيق ده،
هل احنا نقدر نعمل كده ولا لا؟ غير ان في مشكلة اكبر، ان احنا النهاردة ما نفتح 25%. طب إيه؟ كل المنتجين الكبار او الافلام الكبيره، من غير باش اقول المنتجين، الافلام الكبيره مش هتنزل، فهنضطر نشتغل بافلام قديمه. طب الافلام القديمه ب 25% اقبال مش هتغطي ثمن حتى المؤلف، وبالتالي يا استاذ شريف، وبالتالي ايه العمل؟ وبالتالي بكره هيناقش طبعا، مش عايز طبعا يعني اصرح بحاجه، يعني في كبار للسينما موجودين كلهم هيتناقشوا، هيجتمعوا بكره في الغرفه لمناقشه هل ده هيتحقق، هل ده ممكن، هل ده وارد ان احنا نفتح، ولا ده هيسبب. اذا ننتظر بكره. استاذ شريف بشكرك شكرا جزيلا، مع ايضا المبدع الكاتب والمنتج الدكتور مدحت العدل، اهلا وسهلا بحضرتك فندم. ازاي حضرتك السيد؟ ازاي سعادتك؟ شرفتني. اهلا وسهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك فندم. في ظل القرارات النهارده اللي اتعملت يا فندم، والعوده الجزئيه للنشاط وحضور الحفلات 25% مع بعض الاشتراطات، وانا اعلم ان انتوا كشركه بتنتجوا الحقيقه بتصرفوا كويس قوي وحاجاتكم مكلفه جدا جدا، وربنا يكون في عونكم، يعني انتوا احد الذين تساهمون في صناعه الوعي المصري. في ظل المساله دي كلها يا فندم، انتوا موافقين على الحكايه دي ولا ايه الحكايه؟ والله بص، يعني احنا لازم يعني ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، او ما لا يترك كله لا يؤخذ كله. يعني الدوله داعي يعني هي نفسها طبعا السينمات كلها تفتح وفول كاباسيتي، لان هي تعلم ان السينما مش مجرد صناعه وسياحه وتخرج الناس مبسوطه من حياتها وتحس يعني تاثيرها الوجداني غير الاقتصادي، وتاثير قوي جدا. والدوله يعني زي ما تقول بين نارين، هي لازم عجلة الحياة ترجع، هترجع بدلنا رجعت السعودية وفي الإمارات وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي فرنسا، هترجع عشان الناس تاكل. لأن واضح، وأنا أنا بتكلم هنا بقى صفة الطبية، أنا هنا دكتور، إن فيروس كورونا ده مستمر معانا تمام إلى الآن. الناس يعني ال 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 يلاقوا له لقاح، يلاقوا له حاجات، يلاقوا له وهكذا. إحنا مفترض اعتقد ان الخطوه الاولى ما يقدرش فجاه الدوله تقول افتحوا كل حاجه، ما تقدرش. وبالتالي احنا علينا ان احنا كصناع نوافق على الدوله بتعمله دلوقتي، واذا الدنيا مشت كويس اكيد الدوله هتقول لك افتح اكتر. احنا بقى الاجتماع اللي هيتعمل بكره ده انا مش هبقى موجود فيه، بس انا يعني عارف تقدر تشغل سينمات صيفي دلوقتي، تقدر ترجع لسينمات السيارات في حلول طول الوقت، طول الحاجه ام الاختراع. فانت ما تقدرش تقول للدوله لا انا عايز فول كاباسيتي، ما تقدرش تقول كده. وفي نفس الوقت كمان ال 25% ده ما يجيش ثمن التشغيل اصلا. يبقى المساله هنشيل بعض لغايه ما نشوف الدنيا هتعدي شهرين ثلاثه، لان اللي ينطبق علينا هينطبق على المطاعم وهينطبق على كل شيء. ده رأي ناضج، ده رأي ناضج ومحترم. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مدحت العدل المبدع والكاتب والمنتج، بشكرك فندم شكرا جزيلا. ناس كتيرة جدا في البلد دي ناس ناضجة قوي، منهم الدكتور مدحت العدل الحقيقة. يعني طيب الحقيقة مجلس تحرير جريدة وبوابة فيتو الإلكترونية النهاردة طلع بيان رسمي الحقيقة محترم قوي، قرر حظر النشر أي مواد تتعلق بالصراعات الرياضية وتطالب بالاصطفاف الوطني. مجلس التحرير قال أن الظروف الحالية اللي تمر بها البلاد على الصعيدين السياسي والصحي تحتم على الجميع ضرورة التكاتف لدعم القيادة السياسية لتخطي تلك المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى التضافر جهود أبناء الوطن كافة للوصول بها إلى بر الأمان. وأنا الحقيقة أحيي زميلنا المحترم عصام كامل ومجلس تحرير فيتو، سواء النسخة الورقية أو الإلكترونية، وأتمنى الحقيقة أن الكل يعمل زي فيتو، الكل يعمل زي فيتو، وخاصة لا يا سلام لو المواقع الإلكترونية كلها ولو السوشيال ميديا. أنتوا عارفين الناس اللي بتستخدم الألفاظ وبتستخدم مش عارف إيه بتعمل إيه، بتعتمد على أنها بتشير أي حد يشتم ويطلع يقل أدبه بيبقى هو الترند. أنت احنا اتعلمنا في الاعلام عايز تموت حاجة تجاهلها. احنا في الاعلام ننصح الناس اللي بتكلمنا تقعد ترد وتدخل ومش عارف ايه بتاع، واحد بيتكلم تجاهله، حد بيشم وبيقل ادبه تجاهله، هذا التنابز الموجود تجاهله. ثم ان انا بطلب من مجلس الاعلى للاعلام بغض النظر عن القنوات
اطلب من المجلس الاعلى للاعلام يشوف ماذا يحدث في حكايه اليوتيوب دي. حكايه اليوتيوب وكل واحد طالع لي، كل واحد طالع لي بتاع ده بفيديوهات مسجله او بفيديوهات مباشره يشتم ويقول ويجيب التاريخ الاسود والتاريخ الابيض. احنا فين يا جماعه؟ احنا فين يا جماعه؟ هو ده وقت البلد ده تتحمل فيه ده؟ اللي عملته فيتو شيء محترم ومقدر، وانا اتمنى ان البيان اللي اصدرته فيتو تتبنى كل المواقع الالكترونيه في مصر. يا جماعه الوجه الله، في مره نعمل مقاطعه للسفاله، اعملوا مقاطعه للكلام، هذا الكلام القبيح. انما تحيه لفيتو. معايا شكوى الاستاذ سيد محمد احد مسؤولي جمعيه 6 اكتوبر الاسكانيه في اسكندريه. اهلا وسهلا استاذ سيد، بسرعه اتفضل. يا اهلا بحضرتك. قلت شويه، انا بشتغل في قطاع الامن والدفاع والحراسه في مدينه اكتوبر تبع جمعيه 6 اكتوبر شاطئ النخيل. يا فندم والجمعيه دي تابعه للاسكان والتعاونيات. اتفضل. احنا بقالنا من شهر 2 اللي فات ما بنشتغل وما بنقبضش، ما بنقبضش مرتبات. عددكم قد ايه يا فندم؟ بقالنا ده خامس شهر لينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قضينا رمضان وقضينا العيد من غير مرتبات، استلفنا عشان نقضي العيد ورمضان. بعدين دلوقتي في عضو مجلس إدارة من الجمعية راح عشان يجيب لنا فلوس مرتبات من جمع التعاونيات. التعاونيات قالت له لا، دول ما لهمش عندنا مرتبات. عاطت الناس المؤمن عليهم والمثبتين مرتبات، واحنا عشان مش متثبتين ما عطوناش مرتبات. شكوتك يا فندم وصلت يا فندم للمسؤولين. كان في حد يا جماعه برضو من الناس اللي عماله باقي لهم 40 او 20 سنه. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. على التليفون معايا المحترم المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سياده المستشار اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ سيد، مساء الخير. اولا يا فندم ارجو نقل تحياتنا واحترامنا وتقديرنا للسيد رئيس مجلس الوزراء، فقد كان لنا مطلبان منذ بداية هذه الحلقة، وقد اتصلنا من خلال السيد وزير الأوقاف لأن السماح بالجنازات بصلاة الجنازة، والسيد الوزير طبعا بعد التداول في مجلس الوزراء وافق مشكورا على أن الأسبوع الأولاني تجربة، ثم يتم من الأسبوع اللي بعد الجاي إن شاء الله بأعداد محدودة بعد عقب أداء الصلاة. وهذا شيء محترم لأن ناس كثيرة جدا النهاردة بعد صدور قرارات كانت تطالب به. كان هناك مطلب آخر يا فندم طلبناه، من أن القرى السياحية المغلقة في الساحل الشمالي لماذا لا ينطبق عليها بعد الاحتياطات وكل شيء قرارات أن الفنادق، وفيما يبدو أن بعد الرجوع إلى حضراتكم تم الموافقة عليه. وتلك هو التعاون بين الإعلام ينقل هموم الناس ومجلس الوزراء المحترم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي. فمبدئيا أنا أنقل تقدير الرئيس مجلس الوزراء. أشكر حضرتك يا أستاذ سيد، ودعني أؤكد لك النقطة الثانية الخاصة بالقرى السياحية. شواطئ القرى السياحية سيكون مسموحا لها ب يعني الاستخدام من جانب رواد هذه القرى. المعيار هنا أننا لا نفرق بين نوعية من يرتاد القرى العامة، آسف، الشواطئ العامة من الشواطئ القرى السياحية، ولكن المعيار هو معيار عددي محض. الشواطئ العامة ليس هناك سيطرة على عدد الأعداد بها، ومن ثم ارتأينا في هذه المرحلة أن من الأفضل استمرار إغلاقها تفاديا للتكدس. ده توضيح شديد الأهمية، أشكرك عليه يا فندم. أشكرك. أما شواطئ القرى السياحية مثلها مثل شواطئ الفنادق، أنت في النهاية تتحدث عن عدد محدد، محدد بعدد المساكن داخل هذه القرى السياحية، محدد بعدد المقيمين في هذا الفندق أو ذاك، فهناك قدر كبير من السيطرة يمكن أن تمارسه وقدر غير من الرقابة، تستطيع أن تراقب وأن تفتش.